اي ناس موقع فريلانسر بتحس الفرنسيه اللي هو بس في فوق شيء اسمه ساين اب الوقت ساين اب عندنا تسجيل ايش؟ لحظه شوي تسجيل استخدام فيسبوك او نحن تطبيق غير هذا رقم سجل باسم استخدام فيسبوك بحيث حبينا لكم طلب تأكيد طريقة الدفع للمنصة. فكنا كفيلة صار مفهوم بخصوص المنصة حكي من مشهد وعملت مشاريع لو واحدة من الامتحانات اللي نشتريها هذه اللي في اسمه من طرف المنصة. وهل لكم ما كان طريقة الدفع أن الربا لازم
আয়োজন আছে সেটা গেল ভাষাতে কোশ্চেনটা বলতে জানা নাই আজকে اي قسم بنا رد هيك سامية اول حرف من اسم الآلة تمام هنا لكن هذا الجزء هي نسبة ايش تكميل البروفايلر او السيرفر ماشي هذول في اشياء المفروض انت مش مكملها هذا الجزء معناها في اي بلد لكن هي ماشي لازم تحطوا كمان لازم تكمل بروفايلاتكم عشان هيك يبدأ يسمح لكم تقدموا ايش على المشاريع. هنا هي اول نقطة ايش عندنا طالب؟ طالب تأكيد الإيميل. كيف راجع تأكيد الإيميل 50%. اعمل تأكيد الإيميل. هاي ايش؟ أول واحدة منهم باي إيميل. تمام؟ طبعا هذه ايش؟ ما بتنزلها على الوايت بوكس سكيل. أو إجا أشوفها الأولى، حتى الأولى. أعمل أشوفها. هاي كانوا قرطة إيش؟ لكن بلا سماس. ماشي؟ قبل ما نحكي سماس سماس دقايق صبايا. لكن بلا سماس في نقطتين مهمات لازم تكون عارفهم قبل لا تطعمهم الجوال. ها؟ فور فور. انتظر اضغط على الريفايز اس ام اس قبل Yeah.
يكون رقمنا بين العالم. ماشي؟ خلينا بالباي اس ام اس او كول كود. قلنا 35% ماشي؟ نجي نضيف احنا ايش بدنا نغير؟ او خلينا مثلا نعطيهم الفلوس بدي كمل. الوقت هنا يا صبايا الوقت هنا لو احنا جينا على اليسار ما ضغطنا على الرباط تبعته طلع الشاشه هذا شرح سريع بعدين خلوها لين بالوحده
بلوج اب وتسجيل خروج. الابلكيشن فريند اللي تبع الدعوات للصبايا بيسجلوا وين المنصه فريلانسر. الجيت سبورت اللي تحكي مع تواصل معي ايش مع السبورت من المنصه. الكفر السايت هنا بطلع لك احصائيات نشاط المنصه وايش بيصير والمشاريع اللي انت بتحكيها والمشروع اخذته كم بيت قدمته والاحصائيات شهريه. اليوزر سترينج هي انه بيانات او يعتبر كبروفايل بينك وبين المنصه. ماشي؟ نمشي شوي هنا. اليوزر سترينج هي تعتبر بروفايلك او بياناتك بينك وبين المنصه الكلاينت ولا تقدر فيها ما بمشي باي شيء منها. ماشي؟ المانجمنت ممبر شيب هي تقدر تحدد كيف الممبر شيب تبعتك. البروفايل اللي هو البروفايل بينك وبين الكلاينت المنصه ما لهاش دخل فيه، بدك تنتج اي بيانات منه. ماشي؟ فاول شيء احنا نشوف اليوزر سترينج هنا. صحيحة. اليوزر سترينج البيانات اللي بنضيف فيها لازم تكون سليمة 100%. ماشي؟ واضحة النقطة هذه؟ لازم تكون البيانات سليمة 100%. هي عندك الاسم اللي احنا حطيناه قبل شوية. العنوان لو صار السيناريو اللي طبق هنا وطلب منك اثبات عنوان لازم يكون نفس العنوان اللي كان. فهنا نضيف احنا عنوان ايش؟ عنوان السكن الصحيح. واضحة؟ طيب، كيف عنوان السكن الصحيح؟ هذا بس نضيف العنوان الاول، الثاني ما بنسمع. المدينة غزة جبل دام اول واحد. السايب كود هو ما في الستيت او اللي هو شو اسمه اللي هو الشمس اللي هي غزة ستريب قطاع غزة فيها غزة ستريب كابيتال. الدورة زي ما احنا شايفين ما بنقدرش نعدلها تمام؟ لو بدنا نعدلها نغير رقم الجوال ونمر على السيناريو اللي قبل شوي حكينا. الشركة مش مشكلة شباب. طيب زون هاي تحدد تحدد طيب توقيت الخليل ونفس توقيت تبع غزة بس في برضه غزة لو بتغيروها. اللوكيشن غيرها ولا مش مشكلة نفس التوقيت ما بهم أي شيء. اللوكيشن هنا هي المشكلة إنه هي إجباري تمام؟ ما بتلزمني إحنا في الشغل. طيب؟ فأنت اكتب هنا مات وبيعتمد على طريقة الجول اللي يطلع العنوية. اكتب صلاح الدين هيطارق هو هذا؟ خلاص. اوكي. هنا اللغة تبعت النطق ايش بنحكي اياها او ما فيش عربي. سيف للستين خمسة للعدنان. طبعا تاخذ رقم التليفون ونصف ايش رقم التليفون تطلع 100%. شوف في الداشبورد قد ايش صارت النسبة هاي. انت عرفت ابدا. في 40% ماشي؟ طيب خلينا نرجع نكمل احنا بياناتنا هناك ونشوف ايش في الصورة. الايميل والنوتيفيكيشن. الوقت هنا ايش الايميل اللي فيه ايش الايميل اللي بنتصل فيه معك في المستوطن معك هاي الايميل اللي اختاره تمام؟ لو هي عندي الايميل اللي بتعطيه معك انا بقى. الايميل الثاني كمان ابديت بتفتح الايميل من البيانات الايميل الجديد والقديم. ايش صرت الايميل اللي جاي صديق امشي معي على طول انه والله انا هون معك ايش تبغى معي لو اي سبيل ممكن تحسب الحساب بتصور مسكر على طول. ساكنين اختبار كم ياخذ. اللي بيقول تكتب على السلامة بس اللي بيقول ما أنت عم تشتغل هنا عادي.
لو كنا ما نقدر نشتغل على المنصات شغل محل عادي. بس موضوع اليوم Thank you.
Vale, bueno.